مرحبا، اليوم رح نحكي شوي عن جولة امبارح بدوري ابطال اوروبا يلي شفنا فيها ريال مدريد تخطى يونيون برلين بصعوبة كبيرة ونفد باخر الثواني من التعادل السلبي، وشفنا كمان بايرن ميونخ كيف صعب مانشستر يونايتد برباعية، وارسنال استعرض برباعية نظيفة قدام ايندهوفن، وانتر ميلان يلي انقذ حاله بالوقت القاتل من الهزيمة قدام سوسيداد. امبارح اللعب اليوم الثاني من دور المجموعات للبطولة الأعرق بإقامة 8 مباريات، مباراتين كانوا عند الساعة 8 إلى ربع وست مباريات كانوا بالساعة 10 بتوقيت مصر والسعودية. ريال مدريد فاز على يونيون برلين بهدف واحد بصعوبة كبيرة على ملعبه بالسانتياغو برنابيو قدام جماهيره. النادي الملكي فات على المباراة بقوة من البداية، وللأمانة مع أني كثير بنتقده لكوسيلو بآخر فترة وبشوفه صفقة ما فادت الفريق هجوميا وما عنده أي حلول هجومية، بس صراحة امبارح حاول كثير أنه يهز شباك الفريق الألماني بس الكرة كانت عنيدة وما دخلت الشباك. تفاجأت امبارح يونيون برلين عندهم أربع حراس بالمرمى، القائم الأيمن والقائم الأيسر والعارضة، خاصة بعد ما تصدى القائم اليساري للحارس لتسديدة رودريجو على الطاير وحرم الملكي من التقدم بالهدف الأول بالدقيقة 50، وحرم كمان رودريجو من هدف رح يكون من أجمل أهداف دوري الأبطال هذا الموسم. ورجع القائم مرة ثانية وحرم النادي الملكي من الهدف الأول بالدقيقة 62 بعد عرضية من رودريجو حول خوسيلو براسه بس إجت القائم اليميني هالمرة. هدف الفوز القاتل بالدقيقة 94 دخل من أقدام لاعب الوسط الشجاع البطل الشهم الجلاد النشمي العنيد جود بيلينغهام، بعد تسديدة قوية من فالفيردي اصطدمت في دفاع يونيون برلين ووصلت لعند بيلينغهام وسدد بالمرمى. هيك بيعتلي نابولي صدارة المجموعة الثالثة جنب ريال مدريد برصيدة 3 نقاط، ويونيون برلين جنب سبورتينغ براغا بالمرتبة الأخيرة. بنروح لبايرن ميونخ يلي فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-3، وكانت المباراة عبارة عن متعة حقيقية على ملعب أليانز أرينا بألمانيا. افتتح ليروي ساني أهداف المباراة بالدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني للبايرن بعد 4 دقائق، وبعد راسموس هويلند قلص النتيجة بهدف أول لليونايتد بالدقيقة 49، ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ضربة جزاء بالدقيقة 54، وقلص كاسيميرو النتيجة مرة ثانية بهدف ثاني لليونايتد بالدقيقة 88، وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع للبايرن بالدقيقة الثانية من الوقت البدل الضايع، ورجع كاسيميرو عدل النتيجة بهدف ثالث بالدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضايع. بهالنتيجة البايرن تصدر المجموعة بالثلاث نقاط وبعده غلطة سراي وكوبنهاين بنقطة لكل فريق، وبالأخير مانشستر يونايتد بدون نقاط. منروح لأرسنال يلي بلش مشواره بدوري أبطال أوروبا باستعراض وبفوز عريض على ايندهوفن الهولندي بأربع أهداف بدون رد. بلش الجانرز المباراة اللي كانت على ملعب الإمارات بقوة وضغط عالي، وقدر بوكايو ساكا يسجل الهدف الأول بعد ما تصدى الحارس لتسديدة مارتن أوديغارد القوية بالدقيقة الثانية. عزز أرسنال التقدم بهدف ثاني بعد هجمة مرتدة قادها ساكا ومرر عرضية ليسددها لياندرو تروسارد بقوة من لمسة واحدة بالدقيقة 20 قبل ما يرجع بلجيكي ويصنع الهدف الثالث يلي سجله جابرييل خيسوس بالدقيقة 38. الشوط الثاني كل مدرب نزل تبديلاته ونجح البديل ريس نيلسون لاعب أرسنال بصناعة الهدف الرابع يلي سجله مارتن أوديغارد بالدقيقة 70، وبتنتهي المباراة بفوز الجانرز بصدارة المجموعة. بالوقت القاتل لاوتارو أنقذ إنتر ميلان من الخسارة قدام سوسيداد وعدل النتيجة لتصير هدف لهدف. سجل برايس مينديز هدف أصحاب الأرض بالدقيقة 4 من بداية المباراة، وبعدها عادل لاوتارو مارتينيز النتيجة للإنتر بالدقيقة 87، وبهذا التعادل اكتفى كل فريق بأخذ نقطة واحدة. هيك بتكون خلصت جولتنا لليوم، نشوفكم بكرة، باي.